هاي جايز كيفكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله عندنا ماسك كتير حلو للبشرة وبسيط، مكونين اثنين بس من البيت. بس قبل ما نبدأ بالماسك، اذا اول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالماسك وشو النتيجه، وان شاء الله راح تعجبكم نتيجه الماسك. واذا عجبكم طبعا لا تنسوا تشاركوه مع اصدقائكم لحتى يستفيدوا منه. اليوم ماسكنا كثير بسيط وكثير سهل. كل اللي حتحتاجيه مثل ما حكينا مكونين اثنين بس من البيت. اول مكون اللي هو معنا عصير الخيار، بسيط جدا. خيار ممكن تعمليه بالخلاط بس ما تضيف عليه مي، او ممكن تبشريه وتصفيه راح يطلع معك عصير الخيار. طبعا الخيار مفيد جدا للبشرة ومفيد جدا حتى للجسم. يعني البشرة طبعا الخيار فيه مضادات اكسدة كتير كبيرة، فهذا بيساعدنا على التخلص من اي ميكروبات في البشرة، اي حبوب الشباب اثارها، وكمان طبعا حروق الشمس، لانه احنا عارفين الخيار غني بالفيتامينات وكمان نسبة المي كتير عالية فيه، فهذا يزيل مع التكرار، راح يشيل حروق الشمس نهائيا، راح يطهر البشرة، راح يرطبها، وهو كتير مفيد ومرطب ممتاز للبشرة. عندنا كمان راح يعطينا ان شاء الله تفتيح كتير ممتاز للبشرة، وعندنا انه راح يخلصنا من اي الوان داكنة في البشرة بتطلع عندنا، ممكن كذا سبب ليطلع عندنا الوان داكنة في البشرة. والخيار من الشغلات اللي كتير ممتازة لحتى نتخلص من هاي التصبغات او الالوان اللي في البشرة نهائيا. المكون الثاني وهو برضو بسيط اللي هو عندنا عصير الليمون. عصير الليمون طبعا حكاية لحاله، هو غني جدا بفيتامين سي، وغني كمان بالإنزيمات ومضادات الأكسدة اللي بتخلصنا من أي جراثيم في البشرة، حبوب الشباب أثارها، ممكن كمان يعطينا تفتيح كتير ممتاز للبشرة، يخلصنا من الحروق برضو مثل ما حكينا في الخيار، لانه طبعا احنا عارفين هاي مكونات طبيعيه وغنيه بالفيتامينات الطبيعيه اللي هي بشرتنا وجسمنا محتاجينها جدا. والاثنين مع بعض راح يعطوا مفعول كتير رائع للبشره، وراح يعطونا تفتيح على طول ملحوظ، وراح يخلصونا ان شاء الله من اي حروق شمس ويوحدوا لون البشره. راح يعطونا ان شاء الله كمان ترطيب كتير ممتاز للبشره. لهيك يعني الماسك هذا نصيحة، يعني نصيحة مني أنا شخصيا، لا تتركوه، التزموا فيه دائما وراح تلاقوا نتيجة كتير رائعة. والماسك بسيط جدا، يعني ما بكلفك شيء ولا حاجة، من مطبخك وسهل جدا وبسيط، إن شاء الله راح يعجبكم. هلأ عنا كمية الليمون اللي احنا بدنا نستخدمها، ممكن تكون معلقة كبيرة، أو أنا حطيت معلقتين صغار لأنه معلقة صغيرة، أو ممكن تستخدم معلقة كبيرة. هنحتاج من الخيار 3 أضعاف الكمية اللي حطيناها من الليمون. راح أحط أنا 6 معالق تقريبا من عصير الخيار. أنت ممكن لو استخدمت المعلقة الكبيرة تحطي بس 3 معالق على معلقة واحدة. هاي عنا صاروا 6 معالق، بنخلطهم مع بعض منيح. طبعا انتو هلا بتسألوا حالكم يعني صار كتير مثل المي، يعني كيف بده ينفرد على البشرة؟ احنا حنفرد على البشرة بس مو هو مباشر، راح نستخدم قطنة او ماشة قطنية عندك، اذا عندك ماشة قطنية راح نحطها في الخليط ونخليها تاخذ الخليط، وبعدين نفردها على بشرتنا ونستنى طبعا لحتى تنشف، لحتى يجف خالص الخليط، وبعدين بنشيله وبنغسل وجهنا طبعا. ويا ريت بعد الخليط نمشي ثلج على وجهنا كمان، لان الثلج كتير مفيد للبشرة. طبعا احنا حكينا من قبل في فيديوهات قبل انه الثلج لازم نستخدمه باستمرار يوميا،
لحتى نتخلص من أي تجاعيد أو أي عنا أي حروق شمس فورا. التلج من الشغلات اللي بتخلصنا من هذا الشغلة، من هاي كل هالقصص اللي هي الألوان الداكنة وحروق الشمس، وبخفف طبعا ظهور التجاعيد. التلج إشي ممتاز جدا. إحنا كمان ممكن شغلة تانية، إنه هذا الخليط نفسه إن إحنا نجمده بالفريز وبرضه نستخدمه على بشرتنا، حيكون كمان مفعوله كتير حلو، لأنه يعني مثل ما حكينا الفوائد راح ناخدها كمان برضو لو جمدنا راح تكون فوائد أحسن بكتير، وراح يعطينا إن شاء الله شد للبشرة وللتجاعيد، وراح يخفف إذا ما عندك تجاعيد راح يخفف من ظهورها ويقللها جدا. وكمان شغلة إنه راح يعطيك إن شاء الله تفتيح كتير حلو ويخلصك من أي حروق للشمس، أي المناطق داكنة. بيستخدموه برضو لعلاج أثر حب الشباب ولعلاج حب الشباب نفسه، لأنه الليمون طبعا مثل ما حكينا أنه مضاد، هو مضاد فعليا للبكتيريا، وإشي علمي هالكلام أنه الليمون من المضادات الطبيعية للميكروبات. فهذا راح يساعدنا جدا أنه إحنا نتخلص من حب الشباب مثل ما حكيت، وراح يعطينا إن شاء الله تفتيح كتير حلو وراح يعجبكم وتحبوه. استمروا على هذا الماسك ولا تتركوه، هاي نصيحة مني، لأنه هالماسك كتير كتير حلو. هاد كان وصفتنا لليوم. طبعا أنا بختار لكم دايما الوصفات السهلة والبسيطة واللي من بيتكم واللي ما بتاخد معاكم وقت، لأني بعرف إنه الأغلب عنا إنه ستات بيوت أو حتى لو الصبايا بكون عندهم دراسة وبكون عندهم شغل، وهالوصفات يعني انه لما تكون تاخذ مجهود منكم راح تغلب كلها. هيك انا دائما بقتصر لكم على الوصفات الخفيفه والبسيطه والسهله، وبتعطي نتائج كتير حلوه. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه راح نجيب لكم كمان وصفات احسن لحتى يتناسب مع كل البشرات. في طبعا احنا بنعرف انه في بشره في اختلاف في انواع البشرات، لهيك ان شاء الله خلال الفيديوهات الجايه راح نحكي عن كذا نوع، عين كذا بشرة. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا تحطوا لي لايك وتكتبوا لي بالتعليقات شو النتائج اللي طلعت معكم وكيف الماسك، وإن شاء الله يا رب يكون نتائجه حلوة مثل ما تطلع معي. وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديوهات جديدة، وإن شاء الله يا ربي تكونوا بخير دائما. سلام.